ذهبيات. هاي المرة حاطين 7 ذهبيات عشان يعني ما شاء الله من كتر ما السكنات حلوة. هاي قناع قناع تاني والله نايس صراحة. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي قبل ما نبلش بهذا الفيديو، خلونا نوصل هذا الفيديو لل 100,000 لايك. بعرف انكم كفو قدها وبنقدر نجيب اول 100,000 لايك في صوت اصدقائي. اتمنى من كل اسطوره قاعد بيشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت يحط اللايك ويشترك بالقناه، اذا كان مشترك يفعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. ويا اصدقائي اقترب الفيديو تبع استعراض استوديو جديد تبع علي عمر، كونوا مستعدين للفيديو. المهم يا اصدقائي، اليوم راح يكون في بث مباشر على تطبيق النونو لايف، راح احكي عن البث المباشر بنهاية الفيديو. اصدقائي خلونا هلا بالموضوع المهم واللي هو فيديو اليوم. فيديو اليوم صراحة يعني راح يكون على هاي السكنات الخايسة، مثل ما انتم شايفين سكنات الحاضنة الجديدة اللي نزلت. هذا الفيديو استعراضي لسكنات الحاضنة. اوكي هاي ما بعرف هذا شو، هذا السكن ام 16 ما بعرف يمكن سكن جديد ينزل. اوكي هاي الكتانة اللي نزلت بعرض التباب. فطيب اتوقع هيك لازم ينتهي الفيديو، وهيك هيك انتهى الفيديو، وهيك انتهى الفيديو طبعا العرض مثل ما انتم شايفين. فهي خلونا نشوف سكنات، خلونا لانه انا مصدوم، انا مصدوم، انا كنت متحمس، انا كنت متحمس للسكنات الحاضنه وبنتظر ايما تنزل. الله يقطع بشكلكم، شو هاد؟ شو هاد؟ مين اللي صمم سكنات؟ اللي مصمم سكنات مطلوب حي او ميت. يا شباب مين؟ مين مين الخنيت اللي صمم سكنات؟ هاي سكنات مخنتين، والله سكنات مخنتين. يا استغفر الله العظيم، انا شو احكي؟ طيب انا كنت متحمس، انا كنت متحمس. عيب عليك يا الوك، والله عيب عليك يا الوك يا وجه الجولد. الوك صرت مخنت يا الوك بعد هالشهرة وبعد هذا العمر وبعد ما كبرت صرت خنيت. شوفوا سكنات، اوكي سكنات البنات حلوين صراحة، ما بنقدر نحكي اي شيء، بس والله يا اخي مفروض كلهم عملوهم سكنات بنات. يعني هدول السكنات الثانية هدول كمان سكنات بنات مفروض، يعني كيف عطينهم سكنات شباب؟ الله يقطع بشكلكم. والله سكنات البنات صراحة عجبوني، بس سكنات الشباب شوفوا 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 ألوك، شوفوا شوفوا ألوك هذا حياته هيك. ألوك يا ألوك يا خنيت يا أخي، طيب عيب عليك يا ألوك. يعني طيب الله أعطيك الصحة وأعطيك الشهرة وأعطيك كل شيء، ليش تصير مخنت وأنت حياته؟ شوفوا لما بتلبس سكن كامل بصير شخصية حياته. يا أنا صراحة مصدوم، أنا مصدوم. افتحوا لي أغنية صدمة كبيرة هاي. يعني انا كنت شوفوا، انا اشوفك شو كنت متوقع. ليش انا انصدمت؟ ليش علي عمر انصدم؟ اوكي انا كنت متوقع انه حدث لكازا دي بابل راح يكون حدث يدمر ام الدنيا، يدمر ام اللعبه كلها. فانا قلت شو اكيد الحاضنه راح يكون فيها سكنات تابعه للحدث تبع لكازا دي بابل. فما توقعت صراحه انه ينزلوا سكنات مخنتين. يعني طيب والله انا تعبت، انا تعبت وانا ارجع لهم يعني والله. طيب شو احكي؟ احكي الشعر حلو، الشعر مش حلو. احكي الجسم حلو ممكن نلبسه على شيء ثاني مش حلو. احكي الحذاء اكرمكم الله حلو مش حلو. احكي هذا البنطلون ولا شو اسمه هذا، شو اسمه هذا، خلص رحنا والله عشان سكنات البنات. بس خلونا نبدا على السريع والله. هاي اكثر ماكينه انا مالي نفس احرق ابوها. تعالي وحده ذهبيه على السريع، يلا هاي كمان هاي قناع. احسن شيء انه عارفه حالك ماكينه جولد، عارفين حالهم سكنات جولد، فبيعطوك الاقنعه بكل سهوله. نايس. طيب حصلنا على اول قناع يا اخي، والله عيب عيب يعني، والله عيب يعني. طيب يعني انا صار عمري 22 سنه، يجي مثلا هاد قناع ذهبيه صاروا صح؟ والله قناع ذهبية. طيب انا صار عمري 22 سنة، يجي اخوي الصغير بيلعب فري فاير كمان، يدخل على بروفايلي يلاقيني لابس سكن مخنت. يعني والله عيب عيب يعني، انا اخوه الكبير مفروض اكون قدوة لإله، البس سكنات مخنتين. والله ما راح البسهم، انا ما راح البس هاي السكنات. هذا السكن راح اصنفه مع السكن الاخضر، كلكم بتعرفوا السكن الاخضر شو قصتي مع السكن الاخضر هذاك الدبابة. فهذا راح اصنفه، هذا هدول السكنات انا بصنفهم مع سكنات الخضر. ليش؟ بس انا بدي اعرف ليش. يعني مع احترامي لاخواننا المخنتين، بس لاعبين فري فاير انا بعرف الشباب ما شاء الله كلهم يعني عندهم شنب ما شاء الله، ورجال يعني في ناس كثيره بتلعب. يعني بلكي اللي صمم السكنات عنده ميلان شويه هيك. والله يا اشياء انا ممنوع احكيها بالفيديو، يعني مفروض قناة عائلية على اساس يعني في ناس بتتابعني قدام العائلة على التلفزيون. ف طيب بس والله على قولة التوانسة شي ينطق، والله شي ينطق يا زح. شو هاد السكنات؟
استغفر الله. يلا خلص اعتبروا اعتبروا اللي صمم سكنات مات يا شباب، لا تجوز على الميت غير الرحمة، ترحموا عليه وخلص. والله طيب اللي صمم سكنات يعني اذا انت عندك يا اخي شوية ميلان مثلا، نحن ما عندنا، احنا رجال يا اخي. طيب انت حر في طبعك، البس سكناتك في لعبة تانية ولا على ارض الواقع هيك تكون سكنات مختلفة. انا بالنسبة لي ما عندي، انا الحمد لله يعني ما مش جاي ومش مفكر اصير جاي عشان البس سكنات مثل هذه. بس اذا انت عندك شوية هيك يعني الهدف، انت حر بحالك، بس مش ضروري تلبس لاعبين فري فاير كلهم. تعالوا هاتوا القناع، هاتوا القناع. الله يقطعك، والله حرام اصرف جوار عليك سكنات. طيب على الاقل انا يعني والله ما بعرف شو رجع لهم. طيب شو رجع لهم، شو رجع لهم على السريع. يلا على السريع، خذوا جوا هاي اثنين ذهبيات اعطونا مع بعض. يلا اللي بعده هاي 320 جوار، خذوا 300. والله حرام، والله مش من نفسي جوار، مش طالعين من قلبي. هاي القناع، تعال تعال على السريع، تعال ارجوك يعني خلص ما تتعبونيش يعني. عن جد انا حابب اطلع من هالحاضنه هذه، يعني مش حابب اشوف السكنات. لا والحلاوة الشيء النايس بالموضوع انه هاي السكنات رح تضل 35 يوم. لا يا شباب والله انا مش قادر اتحمل اشوفهم 10 دقائق وانا بحرق بالماكينة، يعني اشوفهم 35. لا والله لازم لهذا الموضوع لازم نتواصل مع الشركة. لا والله اوكي. طيب نزلتهم خلص، خلص اللي صمم سكنات بلانا ونزلتهم، تخلوهم 35 يوم. ليش 35 يوم؟ طيب اللي نزل سكنات نزلهم عنده شوي ميلان جنسي وجاي وصممهم وقبلتوا التصميم نزلتونا اياهم، طيب ليش تخلوهم 35 يوم؟ ليش؟ انا ليش؟ انا كل يوم افتح اللعبة اشوف هاي سكنات. والله ما عادش ادخل على الماكينات، انا ما عاد ادخل على الحاضنات. تعال هات القناع. اوكي هذا القناع، اي قناع هذا السادس. اوكي يلا نكمل القناع السادس، باقي لنا كم قناع؟ نحن بنحتاج 12 قناع وما بعرف كم 30 واحدة. لا واحلى شيء اغلى سكن فيهم 7 ذهبيات، يعني العادة بيحطوا 5 ذهبيات، هاي المرة حاطين 7 ذهبيات عشان يعني ما شاء الله من كثر ما السكنات حلوة. هاي قناع وقناع تاني، والله نايس صراحة نايس، يعني اوكي قناعين وواحدة ذهبية، سبن اسطوري، حلو بالموضوع. لا حلو حلو اوكي، انا مبسوط، انا مبسوط لانه انا صراحة ما بدي اصرف جواهر كتير عليك سكنات. يعني سكنات البنات صراحة بقول اسطورية، يعني سكنات البنات بالنسبة للبنات حلوة، بس بالنسبة للشباب اللي حابب يلبس هاي سكنات خلاص دير بالكم، لا يجي يقول لي ضيفني عندك صديق، ولا يقول لي شحال لي تباب، ولا حتى لايك لا تحط لايك اللي بده يلبس هذا السكن. اوكي عادي خلص، بس خلص انا عادي رضيت بالموضوع اوكي، بس لازم نتكلم مع الشركه نقول لهم على الاقل خففوا المده، يعني 35 يوم والله انا حاس حالي بسجن، صرت حسيت حالي حكموني 35 يوم. يلا على الاقل اوكي 15 يوم 20 يوم بالكثير ممكن نخلص منهم يعني بعدين، بس والله شهر وخمس ايام كثير. انا شهر وخمس ايام ادخل اللعبه اشوف هاي السكنات قدامي، والله الصراحه مشروع مش عاجبني ابدا، هذا المشروع ابدا مش عاجبني. اوكي ما في اقنعه، سبن اللي بعده ونشوف. ما في والله ما بعرف خلص، اعطونا 8 اقنعة وبعدين هاي الذهبية. ذهبيات انتم خلص يعني والله لا تزيدوني فوق همي هم، خلص ذهبيات بكفي والله عندي كتير، عندي كتير اكس بي ارجوك ابعد عني. الله ياختك، الله ياختك اكس. انا ليش حكيت عليك؟ ليش؟ شوفوا طلع لي مرتين عشان حكيت عليه. طيب اللي بعده يا اصدقائي نشوف شو راح يطلع لنا. لازم يطلع قناع، والله صار لي كتير بلف ما طلع لي قناع ثاني. قناع هاي طلع قناع، هاي والله حكيت قناع طلع. طيب قال خلينا نعطيه قناع احسن ما يمل ويترك الحاضنة ويطلع. لا 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 اعطوني قناع احسن، احسن ما امل. انا صراحة بمل بسرعة، فبسرعة اعطوني اقنعة. اوكي انا بمل بسرعة يعني ممكن حاليا لا هاي اعطوني والله اعطوني. اوكي طيب كملوا بالاقنعة، هاي قناع وذهبية كملوا، انا بمل بسرعة يعني ممكن ما عاد اكمل والله. والله هاي تعويدة شكلها بهاي الحاضنة. كم قناع صار عندي؟ 11 اقنعة، باقي قناع واحد، باقي قناع واحد. ذهبيات عندي ذهبيات كتير مش محتاج ذهبيات، قناع واحد بس قناع واحد. الله يقطعه بشكلكم، قناع والله بمل. قبل ما امل اعطوني هاي، حطوني. واخيرا القناع رقم 12.
اوكي طيب خلونا ندخل للحال هيك خلص صار عندي 55 و12 اقنعة يعني هيك بنقدر نجيب السكنات وين هذا السكن خلونا نبدا اول شيء بسكن البنات شو اسمها هذه حكيم ضوء النجوم تعالي حكيم ضوء النجوم تعال والله سكن البنت حلو صراحة سكن البنت انا بقول سكنات البنات اسطورية اوكي بس سكنات الشباب والله اتوقع ما بيستاهل ناخذ السكرين شوت صح والله ما بتستاهل اخذ لك سكرين شوت طيب هذا سكن ليش ما حطوا لي عليه بزيت هذا ليش ما حطوا لي عليه انه مملوك هيك ها. اوكي هيك حطوا طيب يلا نجيب هذا حكيمة القطب الشمالي حكيمة القطب الشمالي طيب جبنا هذا السكن كمان اوكي حكيم القطب الشمالي تعال يا حكيم القطب المشكله يعني حتى فوق ما السكن انه بتحسه سكنات جايز بتحس كمان انه سكن ضخم يعني حتى لو فكر يعني طيب يلا ناخذ سكرين شوت هدول السكنات الغاليه لازم اخذهم سكرين شوت والله مع انه ما بيستاهلوا بس سكرين شوت عشان يعني عشان اذا حبيت اعملكم جزء ثاني من اندر سكرينات على لعبه فري فاير بس والله مش طالعه من قلبي اعطيك سكرين شوت ما راح اعطيك ما راح تشوف السكرين شوت والله ما راح اعمل سكرين شوت روح يلا وين هاي اوكي روح يا يعني والله حرام احط لك سكرين شوت سكرينات طيب نشوف اللي بعدهم تخيلوا حدا يجي يفتش موبايلي يكون ما بيعرف لعبه فري فاير يشوف هذا السكن تبع يفكروني انا طالب بصمم هذا السكن بدي البسه عرض الواقع طيب نشوف خلونا نلبس سكن والله سكنات البنات كيوت صراحه شعر حلو سكن حلو شوف هاي اللي بالظهر حلوه عجبتني اوكي سكنات البنات بعطيها تقييم 7/10 حلوات السكنات صراحة نشوف هذا السكن اغلى واحد فيهم صراحة كتير اسطوري الذهبي كتير كتير اسطوري هذا سكن البنت بس سكنات الشباب والله يعني احكي اكون معكم صريح خلونا نجيب تعال يا الوك تعال تعال الوك انت مبسوط على السكنات تعال يعني اكون معكم صريح انا ليش جبت شوفوا الشعر شوفوا يعني ما في شيء حلو بس ليش هذا السكن كامل خلونا نشيل التلتيمة شو هاي التلتيمة تبع الساموراي كبيرة يعني والله ما بعرف شو احكي بس انا رح اعطي تقييم لهي السكنات اسف ولاول مرة اعذروني اللي عجبهم سكنات رح اعطيهم صفر والله صفر عن جد يعني ما بقدر اعطي اذا بعطي 1% انا بكون منافق صراحة يعني اذا بعطي 1% فانا بكون قاعد منافقكم فصفر انا اسف اللي صممت سكنات ام سو سوري بس ما بقدر اعطي من هيك طيب خلص فويسكا خلص يا فويسكا بعدين نلعب يا فويسكا طيب هذا السكن يعني عن جد سكن ضخم طيب شو اغير فيه يعني شو اغير والله ما راح اغير فيه شيء تعال البروفيسور خلص شوفوا البروفيسور يا اخي والله بتحسوا سكن خفيف بتحسوا سكن ما فيه انوته يعني خفيف باللعب اسطوري شوفوا بدي اشوف الاكس بي انا بس وين بطاقات الاكس بي وين بطاقات بيطلعوا هان بطاقات الاكس بي بدي اشوف بطاقات الاكس بي انا بس والله يعني بطاقات الاكس بي 8045 يوم يعني 8045 يوم اذا بنحسبهم كل سنه فيها 360 يوم يعني تقريبا والله كثير ما بقدر احسبهم اكثر من 20 سنه اكثر من 20 سنه اكس بي يعني ليش ما تعطوني اياها دائم والله مفروض يكون في حد يعني مفروض انا راح اقترح هذا الشيء على الشركه مفروض الاكس بي بس صار عندك لمده 5 سنين خلص دائم ما عاد يطلع لك حتى بالحاضنه مفروض ما عاد يطلع لك لان والله يعني 20 سنة اكيد انا ما راح العب فري فاير 20 سنة يعني تخيلوا 20 سنة بصير عمري 42 سنة وراح اضل العب فري بتكون فري فاير مسحت على الوجود بيكون ان شاء الله ربنا يعطينا طولة العمر يعني بوقتها اكيد بكون الناس نسيت اسم شيء اسمه فري فاير فطيب اصدقائي هذول كانوا سكنات الحاضنة رأيي بكل صراحة بسكنات الشباب 0/10 هذا تقييمي لهم سكنات البنات 7/10 سكنات صراحة شوي كيوت تبع البنات بس سكنات الشباب صراحة عن جد كتير بحسها سكنات جاي يعني آسف بهذا الشيء اللي بده يلبس سكنات أو اللي عجبوه هذا تقييمي أنا وهذا رأيي اللي عجبوه سكنات يتهنى فيهم إن شاء الله بس والله أشوف أفنش أبوه اللي بده يلبس هذا السكن اللي أشوفه لابس هذا السكن أطيحه نوك أفنشه على السريع بكلال خانز طيب أصدقائي
وهذا كان الفيديو لليوم. فبتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة لو كنتم مشتركين. تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم كل فيديو جديد عن فري فاير. ويا اصدقائي اليوم راح يكون في بث مباشر على تطبيق نونو لايف. للسه مو محمل تطبيق نونو لايف يروح يحمله من الاب ستور او من جوجل بلاي عن طريق البحث باسمه نونو لايف، او تقدروا تحملوه عن طريق الروابط الموجوده تحت في صندوق الوصف الديسكربشن بوكس، في رابط تحميله للاندرويد ورابط تحميله للاي او اس. فروح حمل تطبيق نونو لايف، وبعد ما تحمله ابحث عني بالاي دي 10 20 30، راح تلاقي حسابي على نونو لايف، سوي لي متابعه وانتظر البطولات المباشره اللي بتكون بشكل يومي على هذا التطبيق. فطيب اصدقائي كل الروابط اللي ذكرتها راح تلاقوه موجوده تحت في صندوق الوصف الديسكربشن بوكس، كمان رابط حسابي على انستغرام تحت في صندوق الوصف، فتابعوني على انستغرام كمان عشان بنزل الاكواد دائما على ستوريات. وصار اصدقائي لايك، بنكون وصلنا نهايه هذا الفيديو لليوم. فكان معكم علي عمر، واشوفكم ان شاء الله على خير.